السلام عليكم، معاكم الممرض عامر عياصري. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نتحدث عن موضوع كثير مهم للنساء الحوامل، اللي هو مقويات الحمل أو فيتامينات الحمل. طبعا المرأة أثناء الحمل بحصل عندها نقص شديد بالفيتامينات والمعادن، لأنه الجنين أو الطفل بحصل على كل حاجاته من الأم، وهذا الشيء بتسبب بحصول نقص شديد بالفيتامينات والمعادن عند الأم. فلأجل هذا السبب الأطباء دائما بنصحوا المرأة الحامل بأنها تأخذ مقويات وفيتامينات الحمل، لأنه نقص هاي الفيتامينات راح يتسبب مشاكل صحية للأم وللطفل. وإحنا بهذا الفيديو راح نتحدث عن أهم الفيتامينات اللي ينصح المرأة الحامل بأخذها أثناء الحمل. طبعا يعتبر حمض الفوليك اللي هو فيتامين B9 من أهم الفيتامينات للمرأة الحامل، وفائدته الأساسية بمنع حصول تشوهات خلقية عند الجنين. فحمض الفوليك بنصح بتناوله قبل الحمل وبأول 3 أشهر من الحمل، لأنه معظم أعضاء الجنين تتشكل بال3 الأشهر الأولى من الحمل. أيضا حمض الفوليك بيقلل من احتمالية حصول فقر دم عند المرأة الحامل، طبعا أقل كمية يوصى بها باليوم اللي هو 4 بالعشرة ميلي جرام. الفيتامين الآخر فيتامين B12، أقل كمية يوصى بها باليوم 6 ميكروغرام، وبتاخذ على طول فترة الحمل. وفيتامين B12 بيلعب دور بنمو وتقوية الدماغ والأعصاب عند الطفل. الفيتامين الآخر اللي هو فيتامين د، أقل كمية يوصى بها باليوم 400 وحدة دولية، وينصح بتناوله بعد الشهر الرابع من الحمل، وبيلعب دور بامتصاص الكالسيوم وتقوية عظام الطفل والأم. فينصح بتناوله بعد الشهر الرابع، لأنه عظام الطفل بتبلش تتشكل بشكل أكبر بعد الشهر الرابع من الحمل. المعدن الآخر المهم اللي هو الكالسيوم، وعادة ينصح بأخذه بعد الشهر الرابع زي فيتامين د، وأقل كمية باليوم اللي هو 300 ميلي جرام. أيضا الكالسيوم بيلعب دور بتقوية العظام والأسنان عند الأم والطفل. المعدن الآخر اللي هو الحديد، وأقل كمية باليوم ينصح فيها 17 ميلي جرام. والحديد يعني معروف بمنع حصول فقر الدم عند الأم، وممكن يتاخذ بأي فترة من فترات الحمل إذا حصل عند الأم فقر دم. الفيتامين الآخر اللي هو فيتامين جي أو سي، أقل كمية باليوم 70 ميلي جرام. فيتامين سي بيلعب دور بامتصاص الحديد ومنع حصول فقر الدم عند الأم. ايضا في فيتامينات تعتبر اقل اهمية مثل فيتامين ب 2 ملغ باليوم، النيسين 20 ملغ، فيتامين ه 10 ملغ، زنك 15 ملغ. طبعا المقادير اللي تكلمنا عنها تعتبر اقل كمية باليوم لازم تحصل عليها المرأة الحامل، لكن ممكن الطبيب يزيد هاي الكمية. مثلا المرأة اذا كان عندها فقر دم بسبب نقص الحديد، الطبيب راح يزيد كمية الحديد. ايضا اذا حصل عند المرأة نقص بالكالسيوم، وطبعا هذا الشيء بنعرف من خلال فحص الدم، الطبيب راح يزيد كمية الكالسيوم أو فيتامين د، ممكن الطبيب يزيد أيضا فيتامين د. وفي فحوصات بتبين إذا كان المرأة عندها نقص فيتامين د أو الكالسيوم أو البي 12 أو الحديد. فإذا تبين بالفحوصات إنه المرأة عندها نقص شديد بهاي المعادن والفيتامينات، الطبيب ممكن يزيد الجرعة والكمية. أيضا لا يجوز إنه المرأة الحامل تأخذ كمية من المقويات أكثر من اللازم، لأنه زيادة عن اللازم أيضا ممكن تعمل أضرار لها وللجنين. وفي أدوية مقوية تحتوي كل هاي الفيتامينات والمعادن موجودة بحبة واحدة، عادة تتاخذ حبة واحدة باليوم. وهاي الأدوية المقوية للمرأة الحامل تعتبر مختلفة عن المقويات اللي تتاخذ للناس العاديين. فالمرأة ممكن تحصل على المقويات المخصصة للحامل من خلال يعني استشارة الصيدلاني أو الطبيب. تقريبا احنا هيك تكلمنا عن معظم المعلومات المتعلقة بمقويات الحمل. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات الموجودة بهذا الفيديو. وبالنهاية لا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا معنا بالقناة. أتمنى لكم الصحة والسلامة ويعطيكم العافية.